أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. زي ما عودناكم بيتجدد اللقاء كل يوم اثنين الساعة 11 مساء. النهاردة إن شاء الله معانا كل تفاصيل دوري الحريف، معانا كيفية اكتشاف المواهب في المحافظات وكيفية تأهيلها للانضمام للأندية. الفقرة الأولى معانا اثنين كبار من نجوم التدريب في المحافظات، محافظة القليوبية ومحافظة المنوفية. والفقرة الثانية النهاردة هي فقرة مفاجأة، زي ما بنقدم المدربين وبنقدم المواهب وبنقدم العناصر المميزة في كل الأكاديميات، النهاردة بنقدم القوة الشبابية الموجودة في إدارة ومنظومة دوري الحريف. خلينا في الأول وفي البداية في الفقرة الأولى هنرحب باثنين من نجوم الأكاديميات في دوري الحريف، كابتن أحمد صيام المدير الفني لأكاديمية نجوم صيام. منورنا كابتن احمد. الله يبارك لك، شكرا لك كابتن، وسعداء قوي بوجودنا مع حضرتك ان شاء الله، وربنا رب يجعلها حلقه مثمره ان شاء الله. ان شاء الله احنا تشرفنا بوجودك. ربنا يكرمك. اكاديميه نجوم صيام طبعا من الاكاديميات الكبيره جدا والمعروفه في القليوبيه وفي تقريبا مركز شبين، كابتن شبين القناطر. شبين القناطر ان شاء الله. كابتن ايمن نجيب المدير الفني لاكاديميه ايمن نجيب بالمنوفيه، مشرفنا النهارده يا كابتن وسعداء بوجودك. شرف لينا كابتن محمود، وشكرا على الاستضافه، واحنا مبسوطين جدا اننا موجودين مع حضرتك. احنا بنتشرف بيكم النهارده، والنهارده يعني معنا قليوبيه ومنوفيه، ودايما بنهتم بالمحافظات بشكل كبير جدا، يمكن برنامج الوحيد اللي بنركز على المحافظات، لان احنا مؤمنين جدا زي ما القاهره والجيزه فيها مواهب، برضو المحافظات فيها مواهب وفيها لعيبه كتير جدا طلعت من الانديه. يعني خليني ابدا بالقليوبيه، وخليني ابدا باللي احنا بنتكلم فيه، مين من القليوبيه طلع يا كابتن، ومين تحديدا من شبين؟ لان انا عارف ان تحت من تحت ايدك طلع لعيبه كتير، وانا مش هقول اسماء، يعني خلي حضرتك تقول الاسماء. والله يا كابتن محمود الحمد لله رب العالمين، يمكن ربنا اكرمنا من شبين القناطر طلع مجموعه من اللاعبين المحترمين بصراحه ربنا، منهم طبعا اول لعيب طلع من تحت ايدينا كان الكابتن محمد فاروق، طبعا محمد فاروق معروف يعني، وبسم الله ما شاء الله يعني خد صولات وجولات في النادي الاهلي والمقاولين وبيراميدز، ودلوقتي كان حتى مرشح لمنتخب مصر وكنا نتمنى نشوفه، بس الحمد لله رب العالمين هو مشرفنا في كل مكان. وفي طبعا عندنا محمد رزق برضه، في لاعب نادي بيراميدز برضه موجود برضه من شبيل القناطر، من بلد جنب شبيل القناطر. وعندنا محمد هاشم لاعب نادي الاسماعيلي، الستوبر بتاع نادي الاسماعيلي، ده من ضمن برضه اللاعبين اللي خرج من شبيل القناطر. عندنا اللاعب كريم الدبيس، عندهم ماتش بكره مع منتخب الشباب، كريم محمد الدبيس، وده برضه من اللعيبه اللي خرجت من تحت ايدينا، ويمكن يعني كريم من اللعيبه اللي تعبت قوي عشان يوصل لعيب كوره ويوصل للمستوى اللي هو وصله دلوقتي. وطبعا والده كان تعبان معاه بصراحه، ربنا يعني تعب ربنا اللي يعلمه عشان يقدر يوصله لمنتخب مصر ويلعب منتخب مصر، دي ما كانش حاجه بالسهله كده. وفي طبعا لعيبه كتير بقى في كل نادي في المقاولين العرب بالذات، يعني يكاد يكون لنا في كل سن على الاقل اثنين او ثلاث لعيب. في يوسف علي زينهم في 2005، وادهم نبيل برضو 2005، في احمد منسي في 2006، في احمد سمير في 2008. الحمد لله رب العالمين. ويمكن عندي برضو لعيب اسمه محمد، يمكن ده كان بيلعب في نادي انبي، وخد في السنه اللي لعب فيها في انبي احسن لعيب في دوري القاهره ما شاء الله. ده ضمن اللعيبه اللي خرجت من عندنا الحمد لله، وكل سنه بنخرج لعيبه كتير، وده الحمد لله فضل من ربنا، لان احنا ماشيين بمنظومه معينه، المنظومه دي ماشيه على اساس ان هي فعلا ازاي تخرج لعيب تفرخ لعيب. دول خارجين من عندك انت ولا من مركز شبيل؟ لا من عندنا احنا، من اكاديميه صيام. من الاكاديميه بس. طب ما شاء الله، يعني انت بتتكلم في اكاديميه واحده في مركز مطلعه كل العدد بالزبط. ده من اللعيبه. انت القليوبيه محافظه برضو ولاده بالنجوم، احمد فتحي، محمد عبد الله، كان احمد نبيل مانجا، ابراهيم عبد الخالق، كتير من القليوبيه برضو، حسام باولو، يعني لعيبه كتير، سعد سمير، يعني طبعا اللي احنا بنفتكره. لكن القليوبيه من المحافظات، وده برضو هتخليني يعني اسالك تاني عن هل بسبب قرب القليوبيه من محافظه القاهره والجيزه فدي بتديهم فرصه اكبر من المحافظات التانية ان هم ينضموا للانديه دي، ولا شايف ان في اسباب اخرى؟ والله لا، بالنسبه للقليوبيه يعني يمكن هي بيننا وبين القاهره ما فيش، هو 35 كيلو يعتبر المسافه، يعتبر مسافه قريبه، دي اللي بتخلينا فعلا بتاهلنا. لذلك هتلاقي احنا معظمنا بيلعب في المقاولين او بيلعب في الاهلي او بيلعب في انبي، لان دي المشوار بالنسبه لنا مشوار بسيط ما بياخدش اكتر من ساعه زمن، فده بتفرق معانا كتير قوي كمان. طبعا في نفس الوقت الحمد لله رب العالمين احنا خدنا صيت في الانديه نفسها، لدرجه انهم بيبعتوا لنا، بيتصلوا بينا، بيسالونا على اللعيبه الكويسه اللي عندهم، هاتهم لنا في ايام معينه، وبنعمل ماتشات وديه معاهم كتير. فالحمد لله رب العالمين التفريخ عندنا موجود كويس قوي قوي،
وده يمكن اللي بيخلينا النقطه اللي هي بتوصلنا لمرحله ليش بين القناطر مش موجوده على الخريطه. بسبب هي النقطه دي بالذات، ان احنا كل لعيبتنا كل لما لعيب يظهر يبدا نادي ياخده، نادي ياخده، تبص ده البلد كويس. يعني ده هو الهدف، ولكن في الهدف من الاول والاخير احنا بندور على مستقبل الولد وبندور على مستقبل اللعيب، لانه فعلا بيعتبر هو سفير للبلد بتاعته. طبعا كابتن ايمن، برضو المنوفيه يعني شايف فيها مواهب كتير زي القليوبيه ولا المنوفيه؟ طبعا هي تاني محافظه قربا للقاهره بعد القليوبيه، يعني القاهره القليوبيه منوفيه. عندك انت في لعيبه طلعت في المحافظه بشكل عام، يعني الاهم النجوم، شايف برضو ان المنوفيه من المحافظات اللي بتهتم بكره القدم ولا ما عندهاش شغف كبير بكره القدم؟ لا كابتن، محافظه المنوفيه تعتبر من اقوى المحافظات اللي فيها لعيبه طلعت منها كتير. يعني ابرزهم لاعب منتخبات ولاعب في انديه كبيره ودوري ممتاز والاهلي والزمالك، كابتن محمد عبد الواحد، محمد عبد الواحد الزمالك ونفسانه ومنتخب، وفي كابتن سامو قمصان مدرب الاهلي حاليا، بالظبط، وفي الكابوريا اللي هو في المصري وحاليا كان في الزمالك وحاليا في المقاولين العرب، وفي محمد داووده اللي كان زمالك ودلوقتي حاليا مقاولين العرب. لا في لعيبه كتيره كابتن، في لعيبه، في محمد صلاح كان بغزل المحله واسمنت السويس والاسيوطي، في لعيب احمد جمعه الكروم والاولمبي، في ناس كتير جدا كابتن. وعلى مستوى الاكاديميه بتاعتنا برضو، بخص اكاديميتي، احنا برضو طلعنا الفتره ديت من يعني في دلوقتي احمد صبيحه بيلعب دلوقتي في مصر المقصه، مواليد 99 يا كابتن، كان منتخب شباب السنه اللي فاتت، السنه دي بيلعب مقصه فريق اول مع الكابتن ايهاب جلال، وبيعتمد عليه بصفه اساسيه، يعني 99 وبيلعب حاليا في الفتره ديت مع الكابتن ايهاب، طالع من عندنا ومن تحت ايدينا. في دلوقتي برضو مصطفى عماره نادي النصر فريق اول دلوقتي وبتمرن في فريق اول، يعني في لعيبه كتير جدا يا كابتن منوفيه خرجت ولعبت انديه كبيره ومنتخبات، يعني المنوفيه ولاده برضو بلعبتها. طبعا من اكتر المحافظات، يعني الحقيقه من وجهه نظري انا، القليوبيه، منوفيه، شرقيه، وانا يمكن يعني ممكن يكون تحليلي شويه للموضوع ده، ان هم قريبين من القاهره، يعني ما بقاش في عناء سفر وعناء انتقالات رايح جاي، عكس محافظات الصعيد، مع ان المواهب في الصعيد كتير جدا، وانا شفت ده بعيني. ده حقيقه، ده حقيقه. الفيوم برضه، انا لعبت يا كابتن محمود في الصعيد في سوهاج في ممتاز به، وانا بلعب هناك فعلا يا كابتن في مواهب بارزه جدا جدا جدا، ومفيش الضوء عليها، من اعمار صغيره للوسط لفرق كبيره كمان، يعني في لعيبه فيرست، في لعيبه فيرست يعني بتبقى مظلومه هناك، يعني بتبقى في صعوبه ان هم ينتقلوا للقاهره عشان يتشافوا اكتر. يعني انا شايف برضو زي ما اقول لحضرتك ان يعني وادي دجله عمل تجربه كده من تقريبا 15 سنه او من 16 سنه، اللي هي جي ام جي تقريبا. ايوه، فالوقت ده جاب اللعيبه اللي كانت مميزه او موهوبه، وكان معظمهم من الصعيد. ايوه ده حقيقه. لكن هم ليه انضموا لوادي دجله او استمروا في وادي دجله؟ لان هو وفر لهم في الوقت ده رعايه، وفر لهم انتقالات وسكن ومدرسه وكلام من ده، فبدات اللعيبه دي بعد كده يعني تتربى او تطلع في بيئه او في نشأة كويسه في وادي دجله. فطلع بقى محمد هلال، وطلع يعني الجيل اللي هو حضرنا اختبارات، احنا حضرنا الاختبارات بتاع الجيل. لما الولد لما بيجي مثلا في نادي ما بيوفرلوش الكلام ده، بيبقى فيه معاناه ان هو يستمر رايح جاي، واهله مش قادرين يتحملوا التكلفه، فبيبطل ما بيكملش. لدرجه ان هم في وادي دجله كانت التجربه دي كنا احنا موجودين فيها في الوقت دوت، لدرجه ان الراجل كان فيه خبير اجنبي موجود، لدرجه انه قلع اللعيبه الاحذيه بتاعتهم، وقال لك انا عاوز اتفرج عليهم من غير حذاء. هو ما كانش بيدربهم غير حافيين. بالظبط، قال لك لان انا عارف ان اللعيب عندكم عنده موهبه، وهو حافي غير لما يكون لابس الحذاء، فهتفرج عليهم. وفعلا في الفتره هو الراجل ده، عشان انا بس يعني عشرته واشتغلت، يعني انا كنت مسؤول في المركز الاعلامي في وادي دجله في الفتره دي، هو الراجل ده بصراحه كان يعني عنده فكر عالي قوي وعنده خبرات عاليه قوي نقلها، ولكن يحسب عليه ايضا ان حاجه قعدوا لحد سن 16 سنه يا كابتن احمد ما بيلعبوش ماتشات رسميه. بالظبط، يعني انا مش عارف هو مانع، كان مانع يعني يقول لك انا مش عاوز ضغط عصبي بالظبط على اللعيب، لان انا بطلعه ان هو يبقى لعيب عالمي بس في المستقبل. قال لك انا كان هو كان احنا حضرنا له على فكره محاضره قبل كده مره، كان بيكلمنا ازاي ان انا عاوز اوصل لعيب، يقول لك المفروض اللعيب من هو صغير لحد 16 سنه لا يلعب تحت ضغط ولا يلعب مسابقات ولا كل اللي لعبوا يلعب مهرجانات، والمهرجانات الغرض منها ان هي توصل اللعيب
انه ازاي يتمتع بالكوره. مش الموضوع موضوع ان انا لحد 16 سنه ده لما ما بيلعبش مسابقه رسميه يعني هو ده لما بيبدا يلعب مسابقه رسميه هل بيبقى فاهم تكتيك وتخطيط ما هو التمرين وحاجات خططيه انت كمدرب النهارده بتمرنه ان انت بتمرن الفتره اللي بتمرنه دي كلها بتعلمه كل حاجه بدون ضغط. فاذا فعلا اللعيب اللي بيوصل لمرحله لذلك بره كده طبعا مفيش حاجة اسمها مفيش مكسب وخساره لحد 14 سنه لحد 14 سنه ممنوع كلها ممنوع. بدون نتائج منطقه القاهره طبقتها بقالها سنتين تمام ودي يعني. فعلا بتنتج ثمار كويسه ان اللعيب حتى لان احنا عندنا لعيب بيطلع عصبي وبيطلع ضغطه جامد بسبب ايه؟ بسبب العصبيه اللي بيطلع منها ان هو بيلعب بطوله بالظبط والانديه كمان ضغطها على المدرب، المدرب اللي ما حققش بطوله يقول له متشكر بالظبط بالعكس رغم ان المفروض المدرب اللي بيطلع اربع لعيبه او ثلاث لعيبه في السنه هو ده الصح هو ده المفروض. طيب هنشوف تقرير ولقاءات ولقطات من الماتشات اللي اتلعبت في مركز شباب الساحل يوم الجمعه ونرجع نستكمل حديثنا الشيق جدا مع الكابتن ايمن نجيب والكابتن احمد صياح. بتعرف بيك يا كابتن؟ محمد فتحي. خدمت ايه؟ ابن سينا. عملت ايه النهارده؟ الحمد لله كسبنا 2-0 النهارده والحمد لله كان الاداء كويس يعني وربنا كرمنا. مبروك الفوز. الله يبارك فيك. عايزين بقى نتكلم عن الماتش بشكل عام بقى، كنت شايف اللعيبه ازاي في الماتش؟ والله يعني اللعيبه الحمد لله هو بس طبيعي ان السن الصغير ده في الاول بيكونوا يعني نازلين مخضوضين بس شويه. غير كده احنا هدفنا من البطوله ان احنا بس عايزين نعود الاولاد على حته الاحتكاك، حته ازاي ان هو يقدر ان هو يلعب دوري يعني. وبالنسبه لموضوع البطوله فيعني هي فكره كويسه جدا وطبيعي ان هي فادتنا جدا، ان هي يعني فادتنا كتير في حته ان احنا نخلي الاولاد ان هم يحتكوا ويكون في احتكاك اكتر، لان ما بيكونش في مقدره بالنسبه لنا ان احنا نخش طبعا دوري قطاعات او دوري منطقه او الكلام ده. دكتور شيرين اداري اكاديميه فيرست سبورت، اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. كريم النهارده على اليوم بشكل عام. النهارده بدانا بدري اول ماتشاتنا، متعودين دايما احنا نبدا اول ماتشات. الفرقه الثانيه كانت مش موجوده حسب ماتش انسحاب. لعب الاولاد كده ماتش ودي 10 دقائق بس كانوا كويسين الحمد لله، و2007 الحمد لله ربنا كرمهم بفوز. محمد نبيل منجا. كلمات ايه؟ تو ام اي يونايتد. كابتن كريم النهارده على اليوم بشكل عام. والله اليوم النهارده كان يوم كويس، النهارده ما شاء الله كنا بنلعب فرقه فيرست، فرقه من اقوى الفرق اللي موجوده في المجموعه كلها، والكباتن بتاعتها كباتن كويسه جدا ومدربين لعبتهم كويس جدا. فاحنا اول ما جينا لقينا الماتش كان صعب بالنسبه لنا، بس الحمد لله ربنا كرمنا. احنا خسرنا بس اللعيبه ادت فوق ما احنا ما كنا متوقعين كمان الحمد لله. سبب الخساره كان ايه؟ لا ما فيش والله، اللعيبه عملت اللي عليها كويس فعلا والله، وادوا اللي احنا كنا عايزينه اكتر كمان يعني. ده كان كويس فعلا. بس هي الفرقه اقوى، الفرقه قويه ما شاء الله، الفرقه كويسه جدا. محمد صفا صفا. اكاديميه ايه؟ تو ام اي. تعرف محمد طارق. اكاديميه ايه؟ تو ام اي. عملت ايه يا محمد؟ هو الحمد لله خسرنا النهارده ويعني الفرقه كانت ضعيفه فعايزين اول مركز شويه يعني. الحمد لله ربنا وفقنا الماتش الجاي هنكسب ان شاء الله. فرق كبير. النهارده سبب الخساره كان ايه؟ والله ما فيش سبب خساره، الفرقه عملت اللي عليها يعني. ده النهارده كان كويس في الملعب. الماتش النهارده احنا تعادلنا الماتش الاولاني مع 2011 والماتش الثاني احنا كسبنا الحمد لله 2009، وانا اعتبر دلوقتي 2009 اعتبر متصدر المجموعه عندها 7 بنت. والحمد لله على الماتش النهارده كان الاولاد كانوا كويسين جدا وبصراحه يعني كان مستواهم كويس. 2011 ما كانوش كانوا كويسين جدا 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 كاداء وكمستوى وكروح، بس الفينش برده على الجون ما كانش بالمستوى المطلوب، وانا زعلان منهم في الحته دي ان انا على الفينش على الجون كذا انفراد نضيعه ونطلع يعني التعادل بالنسبه لنا النهارده خساره. كابتن حمدي وجود فني اكاديميه موهوبين. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. كابتن كريم النهارده على اليوم بشكل عام وعملت ايه في الماتش؟ الحقيقه اليوم النهارده جميل وتنظيم على اعلى مستوى اكتر من رائع. حاجه كانت تجربه مفيده للولاد، ماتش كبير ادوا اللي عليهم، كل الولاد شاركت وهو ده الهدف من الموضوع ان احنا نطور كل المجموعه اللي معانا. ما بنلعبش عشان نحقق نتائج ونحقق مجد، لا احنا بنلعب عشان كل الولاد تستفاد وكل الولاد تجرب المنافسات وكل الولاد تستعد بدنيا ونفسيا. الحمد لله كان اداء مشرف لكن قدر ربنا ان احنا خسرنا 3-0. والله الحمد لله النهارده بصراحه اليوم جميل بصراحه يعني الحمد لله يعني الاولاد اللي خدوه في التمرين جو نفذوه بالظبط الحمد لله. 2011
2011 كسبت 4-0، 2007 الضرب هو هو فرقه ما جاتش وخدوا انسحاب، 2009 3-0 الحمد لله الاهلي بتاع بطوله الحريف، اهلي الاهلي الجزيره بصراحه يعني اي فرقه بتيجي قدامنا بتترعب من فرقه الجزيره، وده على حقه واقناع لان الاولاد متلقنين بشكل رائع وبشكل جميل، والحمد لله شغلنا واضح على اللعيبه، والحمد لله يا ربنا يتممها كده على خير ونكمل بنفس المستوى، وان شاء الله المستوى هيعلى باذن الله. كابتن باسم نسيف رئيس الجهاز الفني لنادي اسمنت حلوان. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. كابتن عملت ايه النهارده في الماتش؟ الحمد لله ربنا وفقنا النهارده وفزنا 2-1. كنا متقدمين 2-0 والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. اتكلمي النهارده بقى عن الماتش بشكل عام. والله الحمد لله النهارده طبعا لعبت الحمد لله طلعوا رجاله، طلعوا على قد المسؤوليه. الحمد لله لعبوا مباراه قويه جدا، عندنا عناصر كويسه جدا الحمد لله. في تقريبا كل اللعيبه حتى الاحتياط اللي نزل الحمد لله ادى بشكل كويس جدا. معانا مدير فني الكابتن اسلام سامي برده مدير فني على اعلى مستوى. معانا كابتن باسم حربي، معانا منظومه كويسه جدا في نادي اسمنت. كابتن علاء السعيدي طبعا مدير القطاع، احب اشكره. اداء اللعيبه كان ايه النهارده في الملعب؟ الحمد لله اداء اللعيبه كان كويس جدا وكان بيمتاز بالروح القتاليه العاليه، والحمد لله تقريبا كل اللي احنا شرحناه في التدريبات اعتقد انهم عملوه النهارده. يا كابتن؟ كابتن تامر رياض. اكاديميه يا كابتن؟ براعم خبرة. عملتوا ايه النهارده؟ النهارده احنا اتغلبنا 2-0. سبب الخساره كان ايه؟ هو عدم تركيز بس من الولاد، معظم لعبتنا بتلعب دوري بره الاكاديميه هنا، فهم كمان كانوا جايين متاخرين وعدم تركيز من الولاد. بالتوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. محمد اشرف. اكاديميه ايه؟ محترفين. عملت ايه النهارده؟ الحمد لله تعادلنا 1-1. كنت متوقع الفوز؟ لا الحمد لله اللعيبه كانت منزله مركزها وكنا نازلين متوقعين الفوز، والحمد لله اللي ضيعنا فرص كتير وربنا بقى اللي ربنا كاتبه. الحمد لله شفنا النهارده. اداكم كان ايه النهارده في الماتش؟ الحمد لله كانت اللعيبه رجاله كلها وكنا ماشيين كويس وقعدنا فرص كتيره، والمدربين الحمد لله كابتن شريف كان ماشي معانا كويس، والحمد لله اللعيبه كانت الحمد لله كنا كويسين النهارده. اهلا وسهلا بكم من جديد. ده كان تقرير من ملعب مركز شباب الساحل يوم الجمعه، عملته بسمه رشوان ومحمد مجدي. كابتن ايمن، بنتكلم عن المسابقات والقوه والضغط العصبي، الكلام اللي قاله طبعا الكابتن احمد صيام وانا بتفق معاه بنسبه كبيره. انت كمدرب، يعني هي برضو مدارس بتختلف، انت كمدرب لما جيت تشترك في دوري الحريف او اي دورات انت اشتركت فيها قبل كده، هل برضو بتبقى داخل عندك هدفك ان انت تكسب والنتيجة والمكسب والخسارة، ولا بيبقى عندك الاهداف اخرى، تسويق لعيبة، اهداف مثلا بتفكر ان اللعيبة تشارك، انت داخل رؤيتك ايه وفكرك ايه؟ والله كابتن محمود، هو لما انا دخلت الدوري الحريف او انا داخل اي مسابقة ببقى داخل بيتجمع كلهم مع بعض، يعني المكسب والتسويق والاحتكاك القوي للعيبة. هو المكسب بيخلي العين على الولاد اكتر. هو انا لما اولادي يكسبهم واخش واكسب، اما عيني هتبقى على المكسب واولادي يبقوا في مكسب وفي مكسب ليهم، بيبقى برضو الرؤيه عليهم اكتر. تمام. اكتر من ان مثلا ان ابني كل ماتش بيخسر. اكيد. طب انا دلوقتي حضرتك كابتن احمد او كابتن محمود لما يشوف ابني او الفرقه دي بتخسر، كابتن ايمن بتخسر بصفه مستمره، هو مش هيفكر حتى ان هو يبص عليها. فالمكسب بيخلي العين تبقى على الولاد اكتر، فرؤيتي ان انا داخل اكسب، داخل اسوق، داخل يبقى احتكاك قوي، داخل يبقى في احتكاك ولادي مع دوري القاهره. الدوري الحريف يا كابتن محمود يعني بصراحه قربنا شويه، قرب الولاد شويه من القاهره، ان هم يحتكوا يتشافوا اكتر، يتسوقوا اكتر. انا عندي ولد ولا ولدين من دوري الحريف اتسوقوا، كريم معتز ده راح الاهلي السنه دي، وعندي معاذ محمد في انبي. كريم معتز ومعاذ محمد. يعني هم واحد في انبي وراح واحد في الاهلي حاليا عن طريق الدوري والاحتكاك والماتشات. فدي بتبقى بتدينا فرصه اكبر، الماتشات ديت والاحتكاك ده بيدينا فرصه اكبر ان الاولاد يتشافوا اكتر. فبتبقى الدوري برضو عيني على المكسب وعيني على الاحتكاك وعيني ان الاولاد يتشافوا اكتر. يتسوق. كابتن احمد، عايز اقول لحضرتك الاول الفروع بتاعت الاكاديميه بتاعتك فين، ولما بتيجي ينضم لاعب للاكاديميه بتعتمد على ايه؟ هل انت اكاديميه استثماريه يعني بتاخد اي لاعب؟ تمام. وده برضو طبيعي للناس اللي بتتفرج، وقبل ما حضرتك تجاوب انا ما اعرفش اجابتك ايه، لان انا مثلا ممكن يكون عندي
ابني ما بيحبش الكوره بس بشترك له في اكاديميه ان هو يمارس رياضه يعني، او مش موهوب في الكوره بس بيمارس رياضه. واحد تاني عنده ابنه لعيب كويس فبيشترك له علشان هو عايز يأهله اكتر من كده. واحد تالت عايز ابنه يكون موجود في اكاديميه علشان يبعده عن حاجات تانية. ففي ناس بتقول، انا برضو بقول لك معرفش انت هتجاوب هتقول لي ايه، بس في ناس تقول لك لا انا ما اخدش غير اللعيب الكويس بس، وفي ناس تقول لك انا باخد كل اللعيبه. انت حضرتك لما بتيجي تختار بتقسمها ازاي او بتعمل ايه؟ هو اول حاجه بالنسبه للافرع بتاعت الاكاديميات، الحمد لله رب العالمين، اكاديميه نجوم صيام دي، كلمه النجوم دي انا الحمد لله مختارها بقالي 20 سنه بالظبط، من سنه بالظبط 2000 بدات اشتغل في مجال التدريب ده بعد ما خلصت دوري. انا كنت بلعب في نادي اهلي ابو زعبل الدرجه الاولى، قعدنا اكتر من 15 سنه درجه اولى، فربنا اكرمنا بدوري النجوم ده. فبدانا فعلا اول اكاديميه عملناها كان في مركز شباب شبيل القناطر، وطبعا يعني يمكن للذكر برضو بشكر مجلس اداره مركز شباب شبيل القناطر على المجهود العظيم بصراحه ربنا معانا ووقفتهم جنبنا، ودي كانت البدايه وكانت النواه وهي كان الاستثمار الاساسي. كانت عباره عن ان احنا اي لعيب كان فعلا بيجي لنا كنا بنقبله، بس احنا بنبدا نصنف اللعيبه بالظبط، لعيب الف لعيب ب لعيب ج، ونبدا نحط اللعيب. حتى اللعيب لما بنيجي نتمرن التمرين نفسه كتمرين بنحطه لكل مجموعه مع المستوى بتاعها، عشان خاطر في لعيب يقدر يعمل مستوى كويس، في لعيب يقدر يعمل المستوى ده، فبنضطر غصب عننا كده. بعد كده ربنا اكرمنا وزودنا شويه، ربنا اكرمنا واحنا فاتحين في مركز شباب الحراس، وبرده بشكر الاستاذ وليد السروجي طبعا والكابتن عطيه الزعطيه طبعا المدير التنفيذي لمركز شباب الحراس، بصراحه ربنا اللي موفر لنا لدرجه ان يقول لهم كده الكابتن احمد اي وقت يجي فيه ده حقه، احنا ما بنتكلمش فيه. طبعا ربنا اكرمنا تانية مركز شباب مرصفة، يمكن قريب من طوخ، بداوا فعلا الناس لما شافوا شغلنا طلبونا، كابتن الصياد قال لي كابتن احمد تعالى افتح عندنا. فعلا فتحنا هناك بقى لنا اكتر بالظبط من 10 ما يقرب من حوالي 10 سنين. فده الحمد لله رب العالمين فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بدانا ننتشر، وعملنا كمان اكاديميه موجوده كمان في نادي شبيل القناطر نفسه في المركز في النادي نفسه في الملعب الصغير وملعب ليفربول، الحمد لله رب العالمين برضو نفس الاكاديميه كاد يكون عندنا الحمد لله احنا متوسعين. احنا بنختار بقى اللعيبه ازاي؟ احنا واحنا بنشغلين في الاكاديميه دي كلها بنبدا ننتقي اللعيبه ونبدا دول ناخدهم يتمرنوا لوحدهم. التمرين بتاعهم بيبدا الساعه كام؟ ودي معاناه لاولياء الامور، ببدا 6:30 الصبح. 6:30 الصبح اخلص الساعه 9. اللعيب لازم يجي لي فايق ولازم ينام كويس ولازم 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 ولازم. في نفس الوقت ولي الامر حتى انت بتليه 6:30 واقف امام مركز الشباب مستني ان انا اجي افتح له عشان خاطر يخش. ده برده من ضمن المعاناه اللي احنا عاملينها، بس احنا عاملين هدف معين خالص ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على اللعيب ان هو يلعب كوره ويلتزم في دروسه كمان، وانه يبقى اليوم عنده طويل يروح دروسه والكلام ده كله مفيش مشكله بالنسبه لي. نبدا ننتقي من كل اكاديميه اللعيب الكويس ونجيبه للامر، ابنك هيلعب معانا في الدوري نظامنا 1 2 3 4. يبدا ولي الامر يقول ما انا موافق مفيش اي مشكله بالنسبه لي. انا لو قلت لك على المبلغ اللي احنا عاملينه بالاكاديميه يمكن مبلغ زايد جدا، وممكن بيعاملوه كمان بالتقسيط علشان خاطر احنا عارفين الناس تعبانه ازاي. كام احنا لو قلت لك والله ما هتصدق، احنا بناخد 1000 جنيه من اللعيب وبنقسط ال1000 الثاني على 250 جنيه كل شهر على 4 شهور. واللاعب من ال2000 جنيه بيستلم ايه؟ بيستلم تأمين وبيستلم ترينج وبيطلع له الكارنيه بتاع الاتحاد في السنه. طبعا سنه في السنه سنة كامله وبيتمرن اللعيب بيتمرن، شوف بقى ادوات ومدربين وملعب وده كله بيتمرنوا اللعيب ده كله من داخل ال2000 جنيه. طبعا فطبعا احنا بنوفر على الامر حاجات كتير الحمد لله رب العالمين. ويمكن احنا عاملين برامج بتاعتنا، البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه يكاد يكون في كل الانديه اذا كان موجود في المقاولين او موجود في انبي او احنا بنطلع على الكلام ده كله، لان احنا لنا عين في كل مكان. فبنبدا فعلا، ومش عيب ان المدرب الناصح المدرب الذكي اللي لازم يلف ويشوف كل البرامج ويبدا يشتغل وينتقي البرنامج اللي يناسبه ويناسب لعيبته ويشتغل عليه. طبعا ودي طبعا الحمد لله رب العالمين كانت من اسباب نجاحنا والحمد لله. اكيد. كابتن ايمن برضو بتختار اللعيبه ازاي؟ انا ليه بسال السؤال ده؟ لان انا عارف ومؤمن ان المحافظات او الاكاديميات اللي في المحافظات معظمها مش كلها بتبقى بتهتم جدا بالموهبه. تمام. عكس بعض الاكاديميات او معظم الاكاديميات في اللي بتهتم باي لاعب حتى لو بتختار كل اللعيبه، لكن زي ما كابتن احمد قال بيبقى فيه تصنيف وبيبقى فيه ان انت وانت شغال اي نعم انت بتبقى عايز تحقق عدد لعيبه كتير عندك عشان الاشتراكات، بس برضو بتبقى وانت شغال بيبقى عينك اللي انت تطلع لاعب كويس. انت بتختار اللعيبه ازاي؟ بص يا كابتن محمود، انا البند الاولاني بالنسبه لي ان انا رقم واحد تسويق. عشان اسوق لازم اختار اللعيب كويس جدا. لعيب كويس جدا بختار انا عندي في الاكاديميه عمل 3 مجاميع، في مجموعه مسماها مجموعه بي ومجموعه سي ومجموعه اي. الثلاث مجاميع دول يا كابتن ببدا مجموعه بي دي مجموعه تاسيسي. التاسيسي اللعيب الكويس السوبر اللي بيبقى في وسطهم واللعيب اللي بيبقى ظاهر تمام يا كابتن بحطه في مجموعه سي بيخش مع المجموعه الموهوبه. تمام. بيبان يا كابتن اللعيب لما بينزل التمرين وبيبان في الملعب
ويتشاف بيبان كورته، بيبان المهاره بتاعته، بيبان الباص بتاعه، بيبان التحرك بتاعه، باخده ببتدي انمي له الموهبه بتاعته وازود له اللي هو ناقصه في الايه؟ في الكوره. من ناحيه تمركز، من ناحيه مهاره، من ناحيه تحرك في الملعب، من ناحيه باص، الحاجات اللي تبقى ناقصاه بزودها له في ايه بقى؟ في ان هو بحطه في المجموعه اللي هي الموهوبه، المجموعه سي. اللي هو انا بدات من بي اللي هو تاسيسي، ببدا من الصفر. اللاعب اللي بيبقى بارز في وسطيهم ببتدي احطه في المجموعه كويس، لان ما ينفعش الاعب اللي هو المستوى قليل قليل مع مستوى كويس. الكويس الوحش بياخد الكويس لتحت وينزل بيه، بينزل بيه، لكن ما ينفعش الكويس ياخد الوحش ويطلع بيه. فطبعا انا ببتدي انقي اللعيبه بتاعتي كويس جدا جدا جدا، وبحافظ عليهم وبخليهم في مجموعه لوحدهم. البارز في المجموعه ديت بحاول اطلعه بحيث ان انا مركز مع المجموعه اللي هي الموهوبه ديت ومرنهم كويس بحيث ان ازود مهاراتهم وانمي الموهبه عندهم واسوقهم كويس. المجموعه اللي هي البي اللي هي اللي بتبقى اللي هي القليله قوي ده كابتن، ببتدي بقى اشتغل عليها الباص التقسيمات الحاجات دي، التاسيس بتاعه. كابتن احمد صيام تقول ايه بقى كلمه اخيره؟ انا كلمه اخيره طبعا، اول حاجه انا بشكر طبعا مركز الشباب شبيب القناطر، وبشكر كابتن علي الطناني طبعا، لان الراجل ده بصراحه ربنا بسميه الجندي المجهول، لان هو بصراحه ربنا موفر لي كل الامكانيات اللي بتخليني اقدر ان انا فعلا اصعب الولاد دمت للمستوى اللي احنا الحمد لله وصلنا له دلوقتي. وعندي طبعا كتيبه من المدربين انا بشكرهم طبعا على المرتبات الزهيده اللي انا بديها لهم، بقول لهم كتر الف خيركم، من اول الكابتن رضا عطيه طبعا اكبرهم سنا، والكابتن ياسر عرفه من نجوم التدريب معانا، وكابتن ايمن حجاج طبعا من ضمن، وكابتن هاني هندي صديق العمر طبعا وصديق ملاعب، وكابتن احمد خلاف مدرب حراس المرمى اللي احنا مشايلينه يمكن يكاد يكون الخمس فرق بيدربهم. فانا بشكرهم بصراحه ربنا، وبقول لهم انا كتر الف خيركم على اللي انتم بتعملوه مع الاولاد، واتمنى ان كل ولي امر لازم يصبر على ابنه شويه وما يستعجلش، لان صدقوني يا جماعه الولد لما بيقعد سنه واثنين وثلاثه في الاكاديميه بيتعلم صح، بيوصل بيبقى لعيب كوره صح. وده الكلام ده احنا فعلا عملناه مع التجارب، كل اللعيبه اللي راحت الانديه دلوقتي بيقولوا يا كابتن كتر الف خيرك ان احنا فعلا قعدنا عندك اربع خمس سنين، وبعد الاربع خمس سنين خرجنا لعيبه مستوانا مستوى محترم، وذلك احنا مثبتين نفسنا في كل الانديه. اكيد كابتن، الحمد لله. انا عايز اوجه الشكر لاهل بلدي مركز الشهداء والمدربين اللي موجودين معايا، وبشكر اولياء الامور على ثقتهم فيا، وان شاء الله رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم. وطبعا بشكر حضرتك وبشكر الجندي المقبول الكابتن سعيد اللي بيتعب معانا في الدوري الحريف، ومزيد من النجاح والتوفيق ان شاء الله. وكابتن طبعا سعيد المصري طبعا من الناس، وكابتن ميمي انا مش عاوز اقول لكم بصراحه ربنا ايه هو المجهود اللي بيعمله بامانه، ده حقيقه يعني كابتن، دي حقيقه، وانا بيستحملنا كتير بصراحه، بلتمس للعذر في كل حاجه بصراحه. كابتن سعيد المصري بنشكره بامانه بامانه، شكرا يعني شكر كتير جدا كابتن ميمي ونيم، كابتن فيصل، كابتن علي، كابتن ايمن، ولجنه الحكام يا كابتن، لجنة محترمة 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 بصراحة. حمو ده بقى يعني انا بصراحة ربنا سعيد فعلا بالجروب ده كله، ان الناس محترمة ومحترمين جدا. قابلني موقف في الماتش الاخير يا كابتن احمد، تمام، ان اللي فيه في ولد من الاطفال الصغيرين بره عام 2011 الرباط الجزمة بتاعته اتفك، تمام، الحكم وقف الماتش وصفر وربط له، تمام، الرباط وقف هو اللي ربطه. الحكام عندنا يعني يعني فوق، لا انا بشكر كابتن حمو بصراحة وتعليمي، انا بشكر حضراتكم وشرفتونا ونورتونا النهارده. دي كانت الفقره الاولى مع الكابتن احمد صيام، اتكلم زي ما حضراتكم تابعتم، والكابتن ايمن نجيب، وشفنا طريقه اكتشاف الموهبه وازاي نكتشف مواهب في كل بقى القطاعات في جميع محافظات مصر. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. هنروح نشوف تقرير من ملعب الساحل، وبعد التقرير بقى هنستقبل نجوم او شباب الشباب النجوم في اداره ومنظومه الدوري الحريف. كابتن سيد رمضان مدير الفني لاكاديميه اشبيل بلاد، اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. عملت ايه النهارده؟ النهارده اتغلبنا 3-0 من فرقه اسمها الفرعون، بس انا الولاد اللي معايا اصلا ما شاء الله يعني كلهم 2008 7، وانا قدمت شكوى لكابتن سعيد ان السن فعلا كبير قوي قوي على الولاد، واحتكاكات كبيره واجسام كبيره، وقدمت اعتراض فعلا ليهم. ان شاء الله المنظومه تحل المشكله. ان شاء الله بخير. انا واثق في الكابتن محمود الشيخ ان هو منظومه قويه، وانا عارف ان الاعتراض هيجيب نتيجه. هو اولا احنا ما يفرقش معانا كاشبال بلال في النتيجه، احنا يفرق معانا الاداء، وان البلد يجي يستفاد. اي مدرب بقى بيحط سن كبير بيحط سن صغير، اولا هو بيضحك على نفسه وعلى ولي الامر. انا عايز ابني يستفاد، فما يفرقش معايا النتيجه. حتى انا كمان في المحاضره في اي مباراه ببتدي اقول لهم الاداء الاداء، ماليش دعوه بالنتيجه. السن الصغير ده لحد 15 سنه مع المدير الفني اللي عايز يعمل جيل،
ما بحطش ضغط على اولادي ان انا لازم اكسب لازم اكسب، لا انا جاي دي رياضه لازم تتمتع وتلعب الكره اللي انت بتعلمها، ما يفرقش معايا الاداء وان شاء الله نوصل فيهم في الماتشات الجايه ان شاء الله كويس. الكابتن مصطفى اكاديميه ايه برشلونه، عملتوا ايه النهارده؟ الحمد لله يعني لعبنا كويس، بس بصراحه يعني الماتش ده بفعل فعل الحكم بصراحه النهارده بطلك يعني هزمنا هزيمه صحيحه يعني بصراحه لينا 2 بيلين وحاجات يعني مش عارف بصراحه الحكم بصراحه النهارده مش تعادل لا خساره. طب سبب الخساره كانت ما بقول حضرتك الحكم بصراحه ما كانش موفق النهارده معانا خالص. وده اللعيبه هذا اللعيبه يعني حد ما يعني الشوط الاولاني كان متوسط بس الشوط الثاني كانوا 10 على 10 بصراحه كانوا كويسين جدا. طب هتشتغل معاهم ازاي الفتره الجايه؟ ان شاء الله هندوس بقى على الحته اللي هي كانت ناقص اللياقه البدنيه والاحتكاكات الجامده ديت وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. كابتن محمد عبد الغني مدير فني مواهب السيتي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا. عملتوا ايه النهارده؟ احنا فزنا 3-0 الحمد لله. مبروك الفوز. الله يبارك في حضرتك. عايزه بقى اتكلم شويه عن الماتش بشكل عام. احنا الحمد لله ادائنا كان في تحسن للاولاد واحنا داخلين البطوله دي لرفع المستوى اولاد الاكاديميه زي عبد الرحمن وحمودي وعمر الوكيل وبراء وبعض الاسامي يعني اللي موجوده ولاعيبه انديه بسم الله ما شاء الله يعني حاجه كويسه ما شاء الله. ادائهم النهارده كان ايه؟ ادائهم كان ممتاز، نفذوا التعليمات اللي احنا قلنا عليهم اللي قلنا عليه قبل المباراه وبالفعل كانوا رجاله وقضوا. مالك؟ كلمه ايه مالك؟ افش برضو. اسمك ايه؟ احمد. ايه؟ احمد. اسمك ايه؟ زياد. زياد. عملت ايه النهارده يا زياد؟ عملت ايه؟ يلا لعبنا كويس. خدت شويه تقدير للماتش. لعبت كويس. لعبت كويس. عملت ايه النهارده في الماتش؟ الحمد لله لعبنا كويس بس العزمة ما فقناش وخسرنا يعني. خسرتوا النهارده يعني؟ ان شاء الله تتعود يعني ربنا يوفقك. اسمك ايه؟ مالك. عملت ايه النهارده؟ احنا لعبنا حلو الحمد لله ربنا ما وفقناش. كابتن احمد اكاديمية اف سبورت. كابتن طبعا النهارده الموضوع مختلف تماما بنات مش ولاد. الحمد لله اه طبعا احنا عندنا الاكاديمية مدعمينها ببنات في السن الصغير خالص. طب كلمني شويه عن البنات بقى. سعادتك هو ابتدت ان احنا الحمد لله رب العالمين ابتدينا بابله اميمه فجت معانا اتمرنت مع الاولاد شفنا فيها حاجه مستقبليه فابتدينا ان احنا نتكلم مع مدربين في نادي الطيران فراحوا بصوا عليها فهي الحمد لله النهارده بتلعب في الطيران وجايه برده تزود معانا في الاكاديميه عشان كده ابتدت ان البنات برده اولياء الامور يبصوا لها ان في بنات بتلعب كوره فجم سالونا ينفع يا كابتن قلنا لها ما ينفعش ليه ده في بنت بتلعب في الطيران وابتدينا نتكلم معاها عادي فمن هنا ابتدوا ان هم يبقى في عندنا في الاكاديميه مجموعه بنات يعني هم دول اللي جم النهارده لكن في تاني لسه ما جاش. كابتن مصطفى مدرب اكاديميه اجيال مصر. اهلا بيك يا كابتن. ازي حضرتك؟ كابتن كلمني النهارده عن اليوم بشكل عام والماتش. اليوم كويس والاكاديميه هنا والناس محترمه هنا كلها والملعب كويس والاجواء كويسه حتى احنا عايشين لكننا بنلعب دوري رسمي وربنا كرمنا النهارده وكسبنا اول ماتش 2-0 يعني. تاني ماتش؟ لا ده اول ماتش لينا. اول ماتش لا اول ماتش لينا. 2-0. سبب الفوز كان ايه؟ سبب الروح الفوز اللعيبه. هما يعني بيحبوا بعض وقريبين من بعض فربنا بيكرمنا عشان كده. اداؤهم النهارده كان ايه في الملعب؟ يعني بالنسبه لي كمدير فني يعني مثلا اداؤهم 40%. 40%. لسه ان شاء الله لسه عشان احنا اول هو الستارت بتاع الدوري كده يعني لسه احنا بنجمع اللعيبه والحاجات ديت فبيبتدي لعيب اصلا مستواه يزيد في نص الدوري يعني. ان شاء الله. يعني مستواهم النهارده ما كانش كويس في الملعب؟ لا ما كانش كويس. تنصحهم بايه؟ انصحهم ان هو بس يركزوا يعني هم النهارده كانوا بيلعبوا لعب فردي واحنا اصلا اسلوب اكاديميه اجيال مصر ان احنا بنلعب كوره من تحت وبنحضر النهارده اعتمدوا على الحته الفرديه اكتر يعني. كابتن سيد رمضان اكاديميه اشبال بلال. عملتوا ايه النهارده في الماتش؟ الحمد لله النهارده كسبنا 2-0 الاتحاد الرياضي. طبعا يا كابتن شايفه في بنوته في الفريق كلمنا عنها شويه. فرحه ما شاء الله من مواليد 2010 ودي تاني دوره ليها هي لعبت معايا دور الهدف وما شاء الله عليها لعبة موهوبه جدا جدا والنهارده كانت بادئه مع التشكيل الاساسي وعامله اسيست الجون الاولاني لسفيان وهي فعلا فعلا من اللعيبه الموهوبه جدا اللي انا بتنبأ لها ان شاء الله ان شاء الله تروح منتخب مصر. بقى لها قد ايه معاك؟ فرحه دي تاني سنه معايا. ازاي بتتعامل معاها بما انها بنت يعني؟ فرحه طبعا بنوته ليها اسلوب خاص يعني هي في الملعب ما شاء الله عليها اقوى من الولاد بره الملعب بنوته. فبنتعامل معاها على اساس كده انها تلعب وتلتحم وما بتخافش وما شاء الله كمان عندها الجرأه انها تقدر تنزل مع الاولاد وتلعب وتلتحم ما بتخافش. اهلا وسهلا بكم من جديد بشكر بسمه رشفان بشكر سيد اللي كان المصور بتاع هذه اللقاءات زي ما قلت لحضراتكم زي ما بنهتم بالمواهب وبنهتم بالنجوم في دوري الحريف مدربين ولاعبين برضو
بنهتم من النجوم بقى اللي شايلين دوري الحريف واللي بيبذلوا مجهود كبير جدا داخل دوري الحريف. طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر كل فتره او كل حلقه او كل حلقه وحلقه نجيب بعض المنظمين وبعض الاداريين وبعض المصورين معنا في دوري الحريف، مش هنقدر نجيبهم كلهم مره واحده. كان معنا الكابتن فيصل وقبليها الكابتن ميمي وهكذا. النهارده معنا ثلاث نجوم شباب، انا يعني بعتز جدا بتجربتهم وبعتز جدا بتواجدهم معايا في دوري الحريف لانهم نموذج جيد للشباب كلهم الثلاثه اللي موجودين اللي هعرف يعني هعرفهم لحضراتكم. كلهم بيدرسوا وبيشتغلوا في نفس الوقت، ودي حاجه شخصيا بتبسطني جدا. يعني هبدا بتقديمهم من على اليمين، كريم سعيد المصري. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ منور يا حضرتك، ربنا يخليك. ومحمد جمال. ازي حضرتك؟ منور يا ميدو. منورك يا سيد محمد. منور سيد كابتن. طبعا كريم هو الاداري بتاع شركه الحريف وبتاع دوري الحريف والمسؤول ايضا عن استخراج الكرنيهات في دوري الحريف. محمد جمال هو المسؤول عن التصوير وعن الميديا في دوري الحريف، وسيد كذلك مسؤول عن التصوير والميديا في دوري الحريف. سيد بقى انت يعني الاول بتدرس ايه؟ انا بدرس نظم معلومات في اكاديميه طيبه. انا خدت موضوع التصوير ده هوايه لحد ما وصلت لشركه الحريف، وانا اعتز بحاجه زي كده. يعني الواحد برضو ياريت يتعب من صغره. انا اصلا تخصصي اي تي، شغال في مدرسه. تمام. فالواحد لو تعب من صغره هيقدر يعني يقدر يشتغل قدام فيما بعد يعني. تمام. طيب بتوفق بقى ازاي ما بين الحريف؟ الحريف طبعا معظم شغلك بيبقى جمعه وسبت اللي انت بتحضرهم في قلب الملعب يعني. تمام. لكن بيبقى ليك شغل تاني طول الاسبوع، اذا كنت بتعمل صور، اذا كنت بتظبط صور، بتظبط فيديوهات والحاجات دي. شغلك ما بين المدرسه الاي تي وشغلك، لان انا عارف انك بتشتغل شيفت في المدرسه الصبح. تمام. 8 ساعات يوميا تقريبا. كيف. وبعدين بتيجي الحريف اللي هم يوم اجازتك، اليومين بتوع اجازتك جمعه وسبت بيوم الحريف، والكليه بقى او المعهد او الاكاديميه اللي انت فيها، كل ده بتوفق ما بينه ازاي؟ يعني بص يا كابتن، هو الواحد دلوقتي لو ما تعبش دلوقتي وظبط يعني وقته او ايامه مش هيعرف يجتهد فيما بعد. مش هيعرف يحقق اللي هو عايزه، فلازم الواحد ممكن ما ينامش او ممكن ما يعرفش برضو يذاكر، بس في الاخر بيجتهد. تمام. كريم بتعمل ايه في الحريف؟ انا اداري طبعا زي ما حضرتك عارف، مراقبه، وكنت اداري في الترسانه، ودلوقتي ماسك قسم الكرنيهات. وصراحه يعني قسم كان جيت لما انا جيت وكان في بعض المشاكل، بس الحمد لله تمام الموضوع اتحل طبعا بالنظيم حضرتك وتواجد حضرتك. وطبعا ما اقدرش انسى دور كابتن رضوى معايا الصراحه، يعني تنظيمها معايا ساعدتني كتير وشالت عني كتير برده، والحمد لله يعني. هو في الحقيقه انت الكابتن سعيد المصري وكريم سعيد المصري هو ابن الكابتن سعيد ورضوى، التلاتة شغالين مع بعض كده، يعني قدروا يتغلبوا في هدوء وبدون أن يشعر بيهم أحد، قدروا يتغلبوا على مشكلة الكرنات، لأن الكرنات دي من المشاكل الكبيرة اللي كانت بتواجهنا في دوري الحريف، إنه ممكن نيجي في أسبوع واحد نطبع 3-4000 كرنيه أو نستلم 3-4000 كرنيه. فهم كانوا شغالين قسم واحد مع بعض، محدش حس بيهم، محدش حس بالمشاكل بتاعتهم، وقدروا ينجزوا المهمة على أكمل وجه. ميدو برضو بتعمل ايه وبتشتغل ازاي؟ انا مصور وبدرس في معهد المدينه نظم معلومات اداريه. بحب التصوير، كنت الاول بصور بالموبايل، فضلت اتطور، جبت كاميرا، عرفت شركه الحريف من عن طريق الانترنت. بدات ولا من عن طريق كريم؟ لا، شفت على الانترنت وراح كريم رجحني قال لي انت بتصور كويس كل حاجه، فهات كاميرا وانطلق. فقلت له تمام، فجبت الكاميرا. انت جبت الكاميرا بعد ما جيت الحريف ولا كان معاك الكاميرا قبل ما تيجي الحريف؟ انا شفت الاعلان، رحت جبت كاميرا وقلت انا هقدم في البرنامج. تمام. فرحت جيت قدمت وعملت انترفيو واتقبلت الحمد لله. وتشكرني بقى عشان عملت لك انترفيو. وبشكر كابتن كريم، هو اللي قال لي هو اللي وصلني لاول الطريق. تمام. هو اللي وصلك لاول الطريق وهيوصلك لاخر الطريق. وليا الشرف ان اشتغل مع شركه الحريف ومع حضرتك. احنا بنتشرف بيك يا محمد، انت وسيد وكريم وشرفينا يا كابتن. ومين تاني؟ محمد مجدي. محمد مجدي. محمد مجدي. محمد شوقي. محمد شوقي. وبسمه واماني. وعمرو وبسمه واماني. دول تقريبا قسم الميديا وشمس. وحد تاني نسيته؟ لا خلاص كده. تقريبا دول قسم الميديا اللي معانا. اول شيء الشغل يعني اللي شغالين القطاع بتاعهم بصراحه. السنه دي.
سعيد برضو لما بتيجي تصور بتركز على ايه او بتعمل ايه او انت جاي اول مين بقى او بتقسموا بعض يعني بتقسموا الشغل بينكم ازاي في الملعب؟ طبعا انتوا بتقسموا بمزاجكم وانا اول ما باجي بروح مغير التقسيمه بتاعتكم كلها تاني. تبداوا بقى تشتغلوا ازاي وتقسموا ازاي وترتبوا الدنيا ازاي ما بينكم؟ اهم حاجه بناخد اللقطات الحلوه في اول الماتش وبعد كده بنبتدي اللقاءات. تمام. بنشوف اللقاءات الحلوه وكده وبنهتم على الشباب. الشباب يعني اللي تتالق في الملعب كده. تمام. يعني ازاي تعرف ان دي مثلا هتبقى لقطه حلوه لو انت بتاخد فيديو؟ يعني مثلا بفضل واقف في نص مثلا الملعب، لازم افضل واقف في نص الملعب ومركز على الماتش، ما اخرجش بره الماتش مثلا اللي انا بصوره. تمام. فهجمه بتيجي كده ببقى حاسس برده اللي هي في منها حاجه، في هجمه تبدا تركز معاها. ببدا بركز معاها. لو شايف ان الماتش هادي وكده ما بركزش معاه وبروح ماتش تاني. تمام. محمد برده بتبدا تعمل ايه؟ يعني لما الصبح بتيجي كده بتبقى انت جاي، هل في دماغك حاجه ولا بتقول يلا ربنا يكرمني؟ وخلي بالك احسن الصوره دي رزق. لا اتكلم بجد، نازل ببقى عايز اطلع يعني انت الصوره دي انت ربنا تنزل ربنا يعني ممكن يرزقك بصوره تقلب الدنيا. لا انا في صور تسيق كده خدها مره ولعب كتير. وفي صور كتير يعني قلبت الدنيا، قلبت مصر كلها وقلبت العالم كله. انا ببقى نازل في هدفي في دماغي ان انا اجيب صوره اطلع احسن صوره عندي. ممكن اقتحام مع لاعب مع لاعب اصورها تبقى شكلها كويس. لاعب اضع الكوره بشكل كويس اجيبها. احتفال لما لاعب جاب جون فبصورها بشكل كويس. لاعب بيجري بالكوره مثلا على الجون، الجون هو بيصد الكوره مثلا، فبحاول على قد ما اقدر اطلع احلى صوره. بس انا بحس انك في يعني انت بتحب التصوير اكتر من اللقطات الفيديو او اللقاءات او الحاجه زي كده. بحب الصور اكتر. صح. انا حاببها. ليه بقى؟ يعني ايه بتفرق ايه بالنسبه لك لما تيجي تشتغل انك تصور الصور فيديو؟ بتبقى في لقطات كده بتبقى في الصوره احسن من الفيديو. يعني مثلا ممكن واحد بيكون بيعمل حاجه تطلع كويسه في الصوره، بيضحك مثلا، عمل تعبيرات على وشه كده مثلا، بتبقى كويسه عن الفيديو. فعشان كده الصور بحبها اكتر. برضه كريم في الكرنيهات بقى ان انت الجزء اللي انت تخصصت فيه قوي في اخر شهر، يعني اخر شهر كنت انت بقى مضغوط في الكرنيهات وبتاع. الجزء لذيذ قوي. في الجزء اللذيذ ده لذيذ قوي جدا الصراحه. واستمتع بيه جدا جدا. ماشي. عملت ايه او المشاكل اللي واجهتك في الفتره الاخيره في الوقت ده؟ وبرضه يعني كنت بترتب شغلك ازاي وكنت بتستحمل ازاي؟ لان انا عارف ان في ايام ما كنتش بيبقى عندك فيها شغل، وفي ايام تانية ممكن تلاقي جالك 2000 كارنيه او 3000 كارنيه. بالظبط. فكنت بترتب الموضوع ده ازاي؟ وانا الصراحه انا كنت اتمنى اليوم يكون 48 ساعه مش 24 خالص، بس انا كنت بنظم وقت ان اشتغل فترتين في اليوم الصراحه، فتره الصبح فتره بالليل. تمام. وطبعا بقى كان في بقى الورق بيجي وعلى الواتساب والمكالمات وكل الكلام دوت. قدرت طبعا انا انظم الدنيا والحمد لله، يعني عدينا بالموضوع لبر الامان يعني الحمد لله. وكل مشاكل اتحلت على مدار يومين، كان يوم الخميس ويوم الثلاث، كان يومين صراحه ضرب نار خالص. فبس الحمد لله عرفنا ننجز اليومين دول وحنا كل المشاكل لكل الاكاديميات. ودلوقتي مفيش اكاديميه معاش كرنات. اول اكاديميه لغايه الاكاديميه لسه مشتركه مثلا امبارح كانت لسه خلصانه الحمد لله. طب انت بتقول ايه للاكاديميات بقى اللي بتتفرج عليك وبتتابعك؟ انا اتمنى ان الورقه يكون منظم وقايمه موجوده في اسم اسامي اللعيبه وتواريخ الندى، ده اكتر حاجه بتنظم عليا الموضوع. ودايما لما يكون الورق منظم بشكل كويس ده بيطلع بيخلينا رقم واحد نفسي يتفتح الشغل اللي قدامي. زي كمان مستحيل طبعا كان يحصل فيه غلطه سواء يتنسي يتعمل، بس طبعا في بقى بعض الورق بدون ذكر اسماء يعني طبعا بيبقى متطبق الصوره جوه الشات الميلاد، فده طبعا بياخد مجهود، بياخد مجهود في تنظيمه وعمايله. بتبقى ايه ممكن طبيعي جدا صور داخل مكان صور، ما هو الطبيعي مش متدبسه وشكل منظم. في اكاديميات كتير قوي ورقه محترم جدا، بمجرد ما بفتح الورقه كده زي مين مثلا اللي ورقه محترم؟ مش هنقول على ورقهم مش كويس. في مثلا ناشئين مصر كابتن زيزو، وفي كره مصر كان منظم جدا، وبرو بازل، وكان في كايرو اف سي كان منظم جدا، وكابتن ايمن نجيب برده ورقه كان منظم جدا. انا كان بالاول كان في مشاكل بس هو حلها وورقه جه منظم. لا في ورق كتير لا جالي بشكل منظم وده سهل عليا، ودول الكلمات اللي هو ما عندهمش مشاكل. وفي كابتن طارق الشيخ اجوال مصر، وفيوتشر كابتن احمد سعيد، الناس دي، وكابتن وكرماني كابتن كرماني بايونيرز. الورق بيجي لي وبيتابع معايا دايما على في التليفون على الواتساب، عمال اقفل الورق
اما كده مستحيل يحصل غلطه. الدنيا ماشيه منظمه. اه حتى الان الحمد لله. تمام. سيد احسن صوره خدتها من وجهه نظرك في دوري الحريف؟ احسن صوره كانت في ملعب المدفعيه بتاعت الولد اللي عمل جامب. عمل جامب الولد ده من اكاديميه الفروسيه. اه يعني هي عجبتني جدا وفضلت مدقق قلت ده هيعمل حاجه في الماتش ده. وعملت شغل كويس الصوره دي. حلوه بتاعت كريستيانو رونالدو. احسن صوره خدتها؟ صوره خدتها في ملعب الساحل يوم السبت. السبت اللي فات. اه لاعب صغير جاب جون في المقص عجبني جدا جدا. صورت الاحتفال والاحتفال بتاعه مع اصدقاء. محمد جمال وكريم وسيد ثلاثة يعني شرفوني، وكابتن سعيد طبعا المصري كنت اتمنى ان هو يكون موجود. الشكر طبعا هنا ومجدي وكل بصراحه يعني كل فريق العمل كنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين، لكن دولت نموذج مصغر ونموذج مجتهد ونموذج مكافح، وتقريبا هم سنهم في سن الشباب اللي بتلعب معانا في دوري الحريف 99 و2000 و2000 واحد، ولكن بيجتهدوا وبيشتغلوا وبيجي اوقات انا بحطهم تحت ضغط رهيب انا عارف، لكن برضو بيستحملوا بيطلعوا رجاله، وهم حقيقي هم من اسباب او من السبب الرئيسي في نجاح منظومه الحريف. بشكرهم شكرا جزيلا. بشكرك يا كريم، بشكرك يا محمد، وبشكرك يا ابو السيد، وان شاء الله يعني مستنيين منكم المزيد الفتره اللي جايه. بشكر حضراتكم على يعني متابعتكم لحلقه اليوم، كانت حلقه مثمره جدا، كانت حلقه فيها فنيات وفيها حاجات كتير اتكلمنا عنها سواء في الجزء الاولاني او في الجزء الثاني. هسيب حضراتكم مع اخر تقرير اتعمل يوم الجمعه من ملعب الساحل، وان شاء الله نلتقي بكم من جديد يوم الاثنين الجاي الساعه 11 مساء. كابتن مؤرفت فريق ايه؟ فريق الشغال. مواليد؟ مواليد 2009. حب تقول اللعبه النهارده على اداء اللعبه كلها؟ طبعا كانوا كويسين، شرفونا طبعا، اللعبه كلهم كانوا كويسين وادائهم مميز طبعا الحمد لله. يعني على المكسب 1-0 طبعا، اكاديميه محترمه كنا بنلعبها نجوم مصر الحمد لله. يعني على النتيجه اهلتوا ازاي اللعبه للدوري؟ تعلمنا ازاي اهلتوا اللعبه ازاي للدوري؟ قلناهم طبعا. بص اللعبه احنا كنا بنلعبهم دوري منطقه، بيلعبوا دوري منطقه بس دوري الحريفه طبعا بيوفقنا ما بين دوت بيلعبنا بيه يعني، وبنشرف يعني ان هو دوري كويس طبعا، وبيخلي اللعيبه يعني ياخدوا حساسيه الماتش بتاعت دوري المنطقه. كابتن حسين شوقي مدرب عام اكاديميه فرنسا سبورت، حبيت تقول اللعيبه النهارده على ده؟ لا انا اشكر اللعيبه بتاعتنا الحمد لله، لعيبتنا رجاله وهم عدوا اللي عليهم. احنا اول فرقه اللي كانت معانا انسحبت النهارده اسماعيل الماظة، بس احنا عملنا ماتش ودي والحمد لله ربنا وفقنا 3-0. كابتن هاشم اكاديميه فرنسا سبورت، اهلت لعيبتك ازاي للدوري؟ طبعا والله احنا بنكلم اللعيبه دايما في التمرين، بنحفزهم للماتشات دايما، بنكلمهم انا والكابتن عماد والدكتوره شيرين دايما وكابتن حسين في ان ازاي الماتش اللي جاي لازم نكسبه والماتش مهم، والحمد لله اللعيبه بتنفذ يعني الكلام وماشيين على اللي احنا بنقوله والحمد لله. ايه الخطه وايه التكتيك اللي انت بتلعب عليه مع فريقك؟ والله بنلعب على الجهه طبعا الكره الحديثه اللي هو دايما الكوره على الارض ما تطلعش لفوق، دايما ان انا ازاي اوري الفريق اللي قدامي ان انا عندي شخصيه في الملعب، ان انا فريق قوي بس، والحمد لله اللعيبه ده بتنفذه كويس يعني ماشيين كويس. تمام. معاك كابتن محمد حسن مدرب في اكاديميه اكتوبر سبورت، فريق مواليد كام؟ مواليد 2011. بتقول اللعيبه النهارده على الاداء؟ بص والله يا كابتن احنا الهدف اساسا من اشتراكنا في البطوله دي مش قصه مكسب وخساره والكلام ده كله، انت عارف ان الولاد في السن الصغير ده دايما بنحاول نبعدهم عن جو المنافسات وان هم يتشحنوا. الهدف كله ان انا اخلي الولد يحتك، اخلي الولد يخش جوه اجواء المباريات الرسميه، لكن مش الهدف ان انا اخليه يخش تحت ضغط المنافسات او ان هو يبقى عايز ينافس او الكلام ده كله. اهلت اللعيبه ازاي في الاشتراك في دوري الحريف؟ والله يا كابتن السن الصغير ده على قد ما بتقدر معاه بتحاول ان انت تأهله ذهنيا كتير، تحاول تتكلم معاه كتير في الملعب ده اثناء التمرين في الماتش بنسبه 80-90%. انا المدربين بحب اسيب الولاد تشتغل اللي هي حفظناها في التمرين، تشتغل في الملعب في المباراه الشغل اللي هم عملوه يعني في التمرين. كابتن جمال عرف المدير الفني لمواليد 2007 اكاديميه حورس،
تحب تقول اللعيبه النهارده على الاداء؟ والله انا بشكرهم على الاداء بالرغم ان انا زعلان منهم يعني، لكن الحمد لله هم تاخروا طبعا على المكسب، راح المكسب جه وراح وجه وراح، والاخر الاخر ربنا كرمنا الحمد لله. فريق ايه؟ فريق حورس. مواليد؟ مواليد 2009 2010. اهلت الاولاد ازاي على التمرين؟ هو ما شاء الله احنا بقى لنا حوالي شهرين شغالين في التدريب وعاملين اعداد كويس، بس هو عدم توفيق، عدم توفيق ملازمنا، والحمد لله اللي جاي ان شاء الله هنحاول نصلح اللي هو الغلطات بتاعتنا باذن الله. كم النتيجه النهارده؟ النهارده حوالي 5-1 او 6-1. كابتن رضا السيد نجوم صيام. فريق مواليد ايه؟ مواليد 61. تحب تقول اللعيبه النهارده على ده؟ لا الحمد لله النهارده ربنا موفقنا خالص، والعيال يعني تعاونوا مع بعض جامد وبيلعبوا لمسه ولعبه لحد ما ربنا وفقنا النهارده بسكور كبير قوي يعني النهارده الحمد لله. كابتن احمد صيام نجوم صيام مدير قطاع الناشئين والبراعم بمدرستين اكاديميه صيام ان شاء الله. تحب تقول للاعيبه النهارده على الاداء، وانت اهلتهم ازاي اصلا لدوري الحريف؟ والله الحمد لله رب العالمين الماتش اللي فات يمكن اتعادلنا 1-1 في اخر دقيقه، ده النهارده خلانا ان احنا نضغط على اللعيبه النهارده ان هم يبداوا من اول دقيقه في الماتش يسجلوا اهداف، وازاي ربنا كرمهم طول الشوط الاول فايزين 4، ودي كانت نتيجه مبشره ان الفرق الولاد بيسمعوا كل اللي بيطلب منهم ان شاء الله. عرفنا نفسك. احمد عربي مدير تعاقدات اكاديميه بروتشاجا. تحب تقول اللعيبه النهارده على الاداء؟ والله يعني الحمد لله على كل شيء. الماتش اللي فات اول ماتش خسرنا 2-1، الماتش الثاني عوضنا وكسبنا 5-2. النهارده عملنا اللي علينا، في لعيبه كانت يعني مش مستواها شويه تعلمنا 1-1، فطبعا في فرق كبير بين المباراه الاولانيه. طبعا كابتن متولي اتكلم معاهم، كابتن حماد الشيشيني، وطبعا كابتن بيكو بيتابعنا اول باول رئيس الاكاديميه، فالحمد لله ان احنا بنتكل على نفسنا بنحاول نرجع لمستوانا. في لعبه كتيره كانت اصابات وكده وغيابات، فبنحاول نرجع لنفسنا فتره يعني كده، بنحاول نلم اللعيبه على بعضها، بنحاول نرجع لمستوانا وان شاء الله ان الجاي احسن باذن الله. كابتن عيد رضا اكاديميه نجوم مصر. تحب تقول اللعيبه النهارده على ده؟ والله بحب الحمد لله النهارده ادوا اداء كويس الحمد لله رب العالمين رغم الخساره، بس ما فيش توفيق لان ضربه الجزاء طبعا ما اتحسبوش مش عارف ليه. هم راحوا بهجمه واحده، لما يعني راحوا بهجمه واحده جت في صدر الراجل وقعد على ارضه، والراجل جاي من تحت حطها فجون، بس فهي الكوره كده مكسب وخساره يعني.